ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. فيديو النهاردة هنتعرف فيه على آية أحلى ومعلومات جديدة لأول مرة عنها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا الفيديو للآخر لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نتعرف على آية. آية اسمها بالكامل آيات صالح الجمل. آية تبلغ من العمر 31 سنة، تاريخ ميلادها 31/5 ومكتوبة في شهادة الميلاد 1/6. آية درست ثانوية عامة. آية من اسكندرية وبتعيش حاليا في اسكندرية. آية متزوجة وزوجها اسمه عبدالله وعمره 39 سنة، وأولادها غزل 7 سنين ويزن 5 سنين. أول مدرسة كانت فيها آية هي مدرسة قباء. آية كان نفسها تطلع دكتورة. آية طولها 165 سنتي. آية برج الجوزاء. أكتر صفة آية مش بتحبها فيها هي العصبية، وأكتر صفة حلوة فيها إنها حنينة وطيبة. أكتر فاكهة آية بتحبها هي التفاح، وأكتر أكلة بتحبها هي السمك. آية لونها المفضل الأسود، والمشروب المفضل لآية هو الشاي. وأكتر ممثل بتحبه آية هو محمد رمضان نمبر 1. آية تعرفت على عبدالله زوجها ازاي؟ عبدالله طلب ايدها من والدها وهي وافقت عليه، واتخطبوا 5 شهور وبعد كده اتجوزوا على طول، وكان عندها وقتها 24 سنة. آية ليه سمت أولادها بغزل ويزن؟ عشان آية كانت بتشوف المسلسلات السوري، وغزل اسم سوري ويزن اسم سعودي. آية بتعيش حاليا مع عائلتها لأن زوجها عبدالله مسافر. أكتر أكلة ما بتحبهاش آية ومش ممكن تاكلها هي كوارع. أكتر حاجة آية بتصرف فلوسها عليها هي مدرسة غزل ويزن. آية أمنية حياتها تفتح محل حلويات. آية بتحب غزل أكتر ولا يزن؟ الحقيقة آية بتحبهم هما الاتنين لأنهم أولادها، بس غزل بتتفاعل معاها في الفيديوهات ويزن لسه صغير وشقي جدا. آية نفسها تسافر تايلاند. آية ازاي بدأت في اليوتيوب؟ آية فتحت قناة على اليوتيوب وسمتها غزل ويزن، لكن ما لقيتش تفاعل على قناة، وبعد كده غيرت اسم القناة لمع آية أحلى وعملت فيديوهات طبخ، وبرضه ما لقيتش دعم من الفانز. وفي الآخر آية استقرت إن هي تعمل تحديات وفلوجات ومقالب مع زوجها وأولادها غزل ويزن. وعن عيلتها، آية بتكون والدتها الحاجة هند زيان، ووالدها الحاجة صالح الجمل. آية عندها إخوات من والدها ووالدتها، وهم محمود الجمل ومحمد الجمل وأحمد الجمل، وإخوات من والدها بس وهم أمنية القوة وفتح الله تيتو. آية عندها قناة على اليوتيوب وبتضم أكتر من 900,000 مشترك. محتوى قناتها عبارة عن فلوجات وتحديات ومقالب. حصدت قناتها أكتر من 200 مليون مشاهدة من تاريخ إنشائها في 9/5/2019. وبالنسبة لحسابات السوشيال ميديا، آية عندها حساب على انستجرام اسمه مع آية أحلى، وبيضم أكتر من 90,000 متابع بتشارك عليه صورها وصورها مع أولادها غزل ويزن. وهسيبكم دلوقتي مع صور خطوبة وجواز آية أحلى. وهنا خلص الفيديو، ما تنسوناش في اللايك، بنحبكم جدا، مع السلامة.